هنا كانت نهاية الرحلة اللي قامت بيها المومياوات الملكية من قلب عاصمة مصر القديمة الأقصر لقلب عاصمتنا العريقة القاهرة، هنا في المتحف المصري في ميدان التحرير اللي تم افتتاحه سنة 1902 ولحد النهاردة يعتبر واحد من أهم وأشهر المتاحف في العالم، وبيضم أكتر من 100,000 قطعة أثرية بتحكي تاريخ الحضارة المصرية العظيمة واللي امتدت لآلاف السنين. أكتر من 100 سنة والناس بتيجي هنا من جميع أنحاء العالم عايزة تعرف إيه الحكاية، حكاية حضارة علمت البشرية معنى التمدن، العلوم والفنون، الهندسة والطب والفلك، قدمت البشرية أول نموذج حي لدولة قوية أساسها العلم والإيمان. المصريين القدماء كانوا مؤمنين بالروح وخلودها وحياتها الأبدية بعد الموت، وده خلاهم يبدعوا في حفر وتزيين مقابرهم وكمان فنون التحنيط وحفظ المومياوات. ومع ظهور علم المصريات وأعمال بعثات الحفائر العلمية في مواقع الآثار المصرية تم اكتشاف آلاف المومياوات، لكن سر التحنيط فضل لوبس حاير العلماء وأبهرهم لسنين طويلة. كالعادة مصر بتبهر العالم من جديد بحدث مذهل بكل المقاييس، 22 مومياء لأعظم ملوك وملكات مصر يتم تجهيزهم لرحلة أسطورية لينطلقوا من المتحف المصري في التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط. المومياوات الملكية اللي هتتنقل تم اكتشاف أغلبهم في خبيئتين، خبيئة الدير البحري داخل مقبرة في الجبل بالدير البحري غرب الأقصر، وتم الإعلان عن اكتشافها سنة 1881. وفي سنة 1898 تم اكتشاف الخبيئة الثانية في مقبرة أمن حتب الثاني بوادي الملوك بالأقصر. مومياء الملك سقن الراع هي أقدم المومياوات في الموكب. الملك سقن الراع بدأ حرب التحرير ضد الهكسوس، وابنه الملك أحمس هو اللي قدر يطرد الهكسوس، وهو اللي أسس الأسرة الـ18 والدولة الحديثة. وباقي الملوك والملكات في موكب الرحلة بينتموا لدم من أكثر المعابد المكتملة. المتحف المصري النهاردة هيفضل في مكانه الأيقوني مفتوح للزوار من جميع أنحاء العالم عشان يستمتعوا بعظمته وجمال مقتنياته. وفي الوقت اللي المومياوات الملكية بتشق طريقها في شوارع القاهرة العريقة، في متحف تاني مجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات التكنولوجية لعرض مومياوات ملوكنا وملكاتنا بالشكل اللي يليق بتاريخهم وبحضارتهم. أهلا بكم في المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط. هو واحد من أكبر متاحف الحضارة في العالم وفريد من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط. المتحف متصمم أن يبقى مركز حضاري ثقافي ترفيهي تعليمي متكامل، بيضم قاعات عديدة مجهزة بأحدث وسائل العرض التكنولوجية ومؤمنة بالكامل. لو الصرح العملاق ده اتبنى واتجهز عشان يحكي تاريخ واحدة من أعظم الحضارات اللي عرفتها البشرية من عصور ما قبل التاريخ والحد العصر الحديث، فوجوده بتصميمه المعماري وتجهيزاته وكل ما يمثله من حداثة وتطور في طرق العرض والتأمين والتثقيف وطرق العناية بالقطع الأثرية، نقدر نعتبر المتحف القومي للحضارة المصرية في حد ذاته قطعة عرض بتكمل الحكاية. قاعة عرض المومياوات من أهم قاعات المتحف، القاعة مصممة أن الزائر يحس كأنه واقف وادي الملوك بالأقصر بالظبط. وهنا هيتم عرضهم بالطريقة اللي بتحفظهم وتحفظ مكانتهم الملكية وحرمتهم. وزي ما حرص أجدادنا على تحنيط المومياوات الملكية بإتقان شديد، إحنا هنستمر في الحفاظ عليهم، وحيتم عرضهم في المتحف القومي للحضارة المصرية بطريقة مبهرة تليق بيهم وتعرف في أجيال الجديدة عظمة بلدنا وسر خلود أثار جدودنا. حكاية حضارة بدأت على نهر النيل من آلاف السنين، اتطورت وتقدمت، النهاردة واقفة على راسها وجاية تحكي حكايتها وتقول للعالم كله مصر هي أصل الحضارة، مصر هي أم الدنيا. الرحلة الذهبية للمومياوات الملكية حدث نادر بيحصل مرة واحدة بس في العمر، حدث تاريخي بيحصل على أرض مصر. مصر العظيمة بتاريخها صاحبة أعظم حضارة عرفتها البشرية بتهدي رحلة المومياوات الملكية لكل الحضارة الإنسانية.